أن شعبنا العظيم يوجه إلى الجميع اليوم رسالة واضحة مفادها أنه يريد المساهمة في تخطي كل الحواجز، لأن من افتدى الوطن بالدم مستعد لأن يفتديه بالعمل والمال. فقد أعلن الكثيرون في تونس وخارج تونس عن إرادتهم للتبرع كل شهر بيوم عمل لمدة 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة وحتى نتخلص من التداين والقروض.